السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس خالد محفوظ. النهاردة بنكمل سلسلة تنفيذ المنشآت المعدنية، وخلصنا المقدمة وشرحنا فيها رتب الحديد وخصائصه والإطارات، وشرحنا المسافات اللي بتغطيها الإطارات. ونبدأ النهاردة مع أول حاجة بنبدأ بيها المنشأ المعدني اللي هي الأنكر بولتس. طبعا خطوة الأنكر بولتس هي الخطوة الأولى في المنشآت المعدنية بعد ما نعمل الفوتينج، الكونكريت فوتينج. بنخلص الكونكريت فوتينج بنعمل بيدستل أو اللي هي الشورت كولوم، وبعد ما بنطلع بالشورت كولوم قبل ما نصبها بنحط الأنكر بولتس اللي هي بتيجي تمسك الهيكل المعدني. فالأنكر بولتس دي حاجة مهمة جدا جدا، لأن هي تعتبر البيز اللي بينقل حمل الهيكل المعدني للخرسانة أو للفوتينجز اللي هي بتنقله للتربة. طبعا المواضيع اللي احنا هنتناولها في الجوايط، اول حاجة انواع واشكال الجوايط، هنعرف الاشكال والانواع بتاعتها عشان لما نقرأ. هنجيب طبعا لوحة من اللوحات اللي احنا نفذناها قبل كده في الموقع، هنبدأ نشوف الشكل بتاعنا ده ايه. طبعا المواصفات برضو هنشوفها، هنعرف يعني ايه استم 307 وايه المواصفات دي، طب وليه هي موجودة اساسا، طب بتحكم ايه المواصفات دي. برضو عندنا كيفية التنفيذ، هنقول ازاي احنا بننفذ الجوائد في الموقع، وكيفية الاستلام. طبعا هنجيب فيديو من الموقع هنعرف منه ازاي احنا نقدر ننفذ الجوايط وازاي نقدر نستلمها، وايه المشاكل اللي بتقابلنا في التنفيذ وازاي ممكن نحلها. طبعا يا جماعة الانكر بولتس ليها اشكال وانواع كتير جدا، في منها اللي هو بيبقى رود، في منها اللي هو بيبقى حرف ال، في بيبقى منها جي زي كده، في بيبقى شكل جي بس بيبقى فيه مسافة، في حرف في، في حرف يو، في اشكال كتير جدا للانكر بولتس موجودة. وطبعا يعني كلهم بيبقى بيميزهم ان هو اللي فيه الجزء التي ده اللي من فوق، طبعا هنشرح بعدين ازاي بنحسبه، والتي ده اللي هو التريتد لينس اللي هو مسافة الألغاز اللي من فوق دي بتبقى كام، والال ده طول الانكر بولت كامل من فوق لغاية تحت، والسي ده لو في عندك حرف ال. فبالتالي لما بيجي يتوصف الانكر بولت في اللوحة ساعات بتلاقيه مكتوب مثلا اللي هو الدي في ال في السي في التي، فكل واحدة من دول بتقابلها حاجة في الانكر بولت. وطبعا في اغلب اللوحات بيبقى في جدول كاتب لك فيه السي كذا والال كذا والتي كذا، عشان حضرتك في الموقع بتيجي تقيس كل واحدة من دول وتشيك عليها وتتأكد ان الابعاد دي مظبوطة ولا لا. دي يا جماعة اغلب انواع الجوايط اللي هي بتبقى مستخدمة في المنشآت المعدنية اللي بتبقى موجودة في الخرسانات. فبتبقى الأنواع دي في الأغلب ما بت يعني ما بتغير، يعني هي دي أغلب الأنواع. بيبقى عندك أول نوع اللي هو الرود اللي بيبقى فيه صامولة من تحت، ده بيسمه هيدد،
هيدد انكور بولت، لان بيبقى فيه هيد من تحت، فبيبقى فيه نوعين، يا اما بيبقى فيه صامولة او بيبقى فيه صامولة وفي بليت، وفي ساعات بيبقى فيه بيبقى مطلوب انك انت تعمل تاك ويلدنج من تحت. طبعا هنشرح انواع الويلدنج بالتفصيل ان شاء الله في المقدمة بعدين والمواصفات بتاعتها. فهو ساعات بيطلب انك انت تعمل رود وفي بليت وفي صامولة من تحت وتحط ايه، تحط تاك ويلدنج. في النوع اللي بعد كده في اللي هو السكوير هيدد، ده من نفس الهيدد انكور بولت، بيبقى فيه بس الصامولة بتاعته بتبقى الراس بتاعتها سكوير مربع. في النوع اللي بعده اللي هو ال L تايب، وفي الجي تايب، وفي الجي اي، ده وبيبقى الجي اي فرق ما بينه انه بيبقى فيه جلبة، فبتبقى ليها مسافات وليها ابعاد. فهو دي اغلب الانواع اللي موجودة في المنشآت المعدنية. ده يا جماعة شكل الأنكور بولت في الطبيعة، بيبقى الشكل بتاعه كده. ده الأنواع المختلفة اللي احنا شرحناها، اللي هو سواء الهيدد أو ال ال وفي برضو منه الجيم بس مش موجود. فده بيبقى شكله في الطبيعة، بيبقى ده الجزء اللي هو ال تريتد لينز، وده الألوز والوشر، دي الوشر اللي هي الوردة، وده الصامولة بتاعة الأنكر بولت. فخليكم معانا هنشرح كل حاجة منهم بالتفصيل، وكل حاجة ليها مواصفة لازم نعرفها، ولازم نعرف ازاي بنعرف المواصفات بتاعة كل جزء من الأجزاء دي. هنا يا جماعة معانا شكل الأنكر بولت. طبعا الأنكر بولت في اللي هو الطول ده بيجي موجود في الجدول في اللوحة، اللي هو يقول لك الأوفرول لينث للأنكر بولت، فبيدي لك الطول الكلي بتاعه من أوله لغاية آخره، من هنا لغاية هنا. فالطول ده بيجي هو والدايمتر بتاع الأنكر بولت اللي هو من هنا لهنا، ده الطول والدايمتر بيجي من المهندس المصمم لما بيجي يحسب أحمال البيز بليت، ويجي يحسب الكونكشن ما بين العمود الستيل والعمود الخرسانة. فبيطلب منه إن الحمل ده هيتوزع على عدد كام أنكور بولت، وبيطلب منه الدايمتر، لازم يحسب الدايمتر بتاع الانكر بولت كام، والطول الاوفر اول ده يبقى كام، لان كل ما تزيد الاحمال بقى بيبدأ هو يزود في الانكر بولت في الدايمتر او في الجريد او في الشكل سواء ال او جي. كل الفاكتورز دي بتزيد معاه على حسب الأحمال اللي موجودة عنده. عندنا الجزء اللي فوق ده سواء اسمه تي أو بي، التي أو البي دي ليها معادلة بسيطة لازم نعرفها. البي بتساوي التخانة بتاعة الجراوت وزائد التخانة بتاعة البيز بليت، زائد لو احنا عندنا النط دي اللي هي الصامولة دي، عندنا هنستخدم صامولة واحدة، فبناخد مرة ونص القطر بتاع الانكر بولت، او لو احنا هنستخدم 2 نط بناخد الطول 2.5 الدي. طبعا تخانة الجراوت طبعا هنعرف بعدين ان هو بيبقى فيه البيز بليت، ولو ده مثلا عندنا العمود الستيل بيبقى تحته في جراوت بسيط، وبعدين العمود الخرسانة. الجراوت ده ساعات بيبقى يعني سمكه بيتراوح من 2.5 إلى 5.5 سنتي، ف
ده سماكة الجراوت. فلما نيجي لما نجي لازم نشيك على الطول ده. الطول ده يعني لازم نتأكد منه تماما، عشان ما ينفعش ان هو مثلا يجي بعد كده يبقى طول قصير، ويبقى النط جاية مفيش مسافة ما بينها، وده ده خطأ كبير في الانكور بولت، لازم نشيك عليه كويس جدا. هنيجي هنا يا جماعة، هنلاقي في المواصفات بتاعة الانكور بولتس، فهنلاقي في الاستم 307 و36 والاف 100 1554 جريد 36. طب ايه الارقام دي وايه الاستم ده؟ الاستم يا جماعة هو المواصفات الامريكية للماتيريال والاختبارات. فطبعا المواصفات دي اللي هي الامريكان سوسايتي فور تيستينج اند ماتيريالز، المواصفات دي بتحكم جميع الماتيريال. فطبعا في جزء منها كبير للعناصر المعدنية بما فيها الانكور بولت. فهنلاقي يا جماعة معانا اللي هو النوع الانواع بتاعة الانكور بولت، تتقسم الى نوعين، الانكور بولت اللي بتشيل احمال منخفضة الى متوسطة، وفي منها بتشيل احمال عالية. فالمواصفات اللي بتحكم الانكر بولتس اللي هي بتشيل احمال منخفضة، اللي هي المواصفات اللي هي الاستم 307 في استم 36 وفي اف 1554 وجريد 36. في المواصفات التانية اللي هي الانكر بولتس اللي بتشيل احمال عالية، اللي هي استم 193 جريد بي 7 واستم 354 جريد بي سي، والمواصفة اف 1554 جريد 55 اور جريد 105. فان شاء الله هحاول اسيب لكم بعض من المواصفات دي في صندوق الوصف. هنا يا جماعة نجيب لكم نموذج من نماذج جداول بتاعت الانكر بولت، فعشان نبقى عارفين شكل الجدول بيجي ازاي، لان معظم اللوحات بتاعت الانكر بولت بيبقى فيها جدول بنفس الكيفية كده. الجدول بيدي لك طبعا بيدي لك القطر، طبعا في القطر ده مثلا 20 25، في اقدار طبعا اقل من كده مثلا 16. ف طبعا مش يعني ده حاجة انا بوضح لك بيها الموضوع ماشي ازاي. فبيدي لك القطر بتاع الانكر بولت، بيدي لك التريد بيتش اللي هي خطوة الالغوز اللي من فوق دي، بيبقى الخطوة بتاعته قد ايه. هنا الاي دي عبارة عن الاوفر اول لينث اللي هو الطول الكلي، السي اللي هو الجزء اللي من تحت، الحرف ال اللي من تحت طوله قد ايه، دي اللي هو التريد لينس اللي هو الجزء المقلوص قد ايه طوله اللي احنا قلنا بيتحسب ازاي، والار اللي هو الكيرفيتشر اللي هو نصف قطر الكيرفيتشر من تحت. دي اغلب الجداول بتكون بنفس الكيفية في اللوحات. فان شاء الله احنا هنجيب لوحة عشان نقراها ونوضح كل التفاصيل دي عليها. بنفس الكيفية يا جماعة اللي هو الجدول بتاع الانكور بولت اللي هو على شكل جي، نفس الاشياء كلها بالظبط. هتلاقي ال A اللي هو الاوفر اول، ال B اللي هو الطول بتاع الجزء ده من هنا لهنا، ده ال B. ال C ده الجزء اللي من تحت، ال R اللي هو نص قطر الدوران. فده بنفس كيفية الجدول اللي فات بالظبط. كده يا جماعة انا خلصت اول فيديو عشان بس ما يبقاش وقت الفيديو طويل. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنشرح
المساحة بتاعت الأنكر بولت بتتم ازاي، التنفيذ بتاعه بيبقى عامل ازاي، ايه الخطوات اللي احنا بنعملها في التنفيذ، المشاكل. هنجيب فيديو من الموقع نشرح ازاي الأنكر بولت بيتم، هنجيب لوحات نقراها نوضح عليها كل المواصفات وكل القياسات والجداول اللي هي اللي احنا شفناها بتبقى ماشية ازاي. فخليكم معنا، شكرا لكم.